التراك كله يعني، انت ودماغك ما توديك بقى، انت عندك افكتات وانت بتحط مطرح ما انت عايز. حاول تشيل دايما الفراغات الفاضية دي. مش عارف انا بقول فيها ايه، ده لذيذ او ده الظاهر، خد كل فرقة انا بقول هنا ايه، لذيذ او ده الظاهر، ايش عادي مش ده لذيذ او ده الظاهر، خد كل وهكذا. الحتة اللي هي السريعة من تكونش انت حاطط السحر، فكر لسنين اتحطيتها مش علي بالمنظر، مس اتحطيتها ودي كانت القصة، واسأل مين اللي مأسسها. رابط كل مرة بيقدرك اطلع بره مش هجرب، بس استغرب من لدقة العقرب جاوب. كل مرة بفكرك انك سلمة مسمرك في حتك وكربك في ظهرك، حارق كل ألم بيه كتب السبب بقوة الأسد بخطط في صدرك، حارق كل علم في الكسف اللي اتهزم في للأسف اللي ابتسم في سايقك براحتك. برضه زي ما انا قلت لكم التلاتة بتوعي، بس انا هنا معلي التلاتة بحيث ان هما التلاتة لما يبقوا مع بعض يبينوا قوة في الفلو. يعني انت ودماغك حسب ما دماغك تجيب عادي، ممكن لو وطيتهم يطلعوا احسن. بس اصل عندي هنا